شو عم تعملي هون بهذا الوقت؟ شو حرامية انتي؟ أبداً. أجيت لحتى آخذ شي هو إلي وأمشي. شو شغلك برا يا بنت؟ إذا حدا بيشوف إنك عايشة أو حتى بيسمع شو ممكن يصير؟ ما حدا رح يشوفني. بعدين لو كنت محلي ما كنت إجيت تشوفني؟ جيلان وداود وأونال وكل هدول أنا تركتهم وإجيت لعندك لأني اشتقت لك. ما حدا شافك ما هيك؟ هربت بالسر. وكيف اجيتي؟ على الموتور. أنا ما سمعت صوت بنوب، وواضح كمان إنه يلي على الباب مو سمعانين شي. تركته بعيد شوي، واللي على الباب كلهم ناموا وعم يشخروا. بيناموا ما بيتحملوا. اعترف يلا انك كتير انبسطت بجيتي لعندك. طيب انا انبسطت. إلياس ليش هيك عم تساوي؟ قول شو عم ساوي؟ عم تخبي مشاعرك تجاهي ليش؟ لأنه نحن هيك. انتو مين؟ آل شاكر بيلي. آل شاكر بيلي مانن هيك يا إلياس. خضر بحب كل حدا بيشوفه، وألب أصلان بعده بيحبها لأوزلام وبيقول هالشي على طول وما بيخفي مشاعره. وخضر علي كمان ما بيخبي شي ببطنه بنوب. من مين تعلمتي هالكلمة؟ اللي مخبيه ببطنك اعترف فيه. احكي بقى.